السلام عليكم، مساء الخير، ازيكم؟ It's too hard ان انا اتكلم بعد كل ما حدث وكل ما قيل، وطبعا صعب جدا دكتور اسلام، دكتور صفوت، دكتور سيد، وهم خلوني اخر واحده، بس انا قلت مش مشكله عشان يحلوا بيا في الاخر برضو، مفيش مشاكل. انا هتكلم ومش هطول في الكلام، انا بس هقول انه كل الكلام اللي اتقال قبل كده، كل الستاندردز اللي جهار حطيتها، كل التريننج والاويرنس واللي بنعمله، جزء السيفتي الكبير، كل ده مين اللي هيطبق؟ مين اللي هيطبق كل الكلام اللي احنا بقالنا ساعتين بنتكلم فيه؟ اللي هيطبقوا هم الورك فورس، القوى العامله داخل المنشآت الصحيه، سواء اذا كنا بنتكلم على المستشفيات او اي نوع من انواع المنشآت الصحيه، هم اللي هيطبقوا. اذا الورك فورس بالنسبه لنا هي الحاجه اللي هتترجم كل الكلام اللي احنا بنقوله واللي بنتعلمه واللي بنعمل توعيه عليه وتنقله الى ارض الواقع وتدخله في البراكتس او التطبيق. طيب انا مش هتكلم على كل الكلام ده، سلايد دي عرضها الدكتور اسلام، وبنقول انه جهار حطت ستاندردز كتير قوي وقسمتها الى تشابترز، واحد من اهم التشابترز دول هو الورك فورس مانجمنت اللي احنا هنتكلم عليه. طيب انا لما اجي اتكلم على العاملين جوه المنشات الصحيه من اطباء وغير اطباء ومقدمي خدمات الرعايه الصحيه، ايه الدور بتاعهم في السيفتي بتاع العيانين؟ هنلاقي انه في عندي نقط مهمه جدا لازم اتكلم عليها، لازم اتكلم على انه لازم في عندي خطه للاتش ار والهيومن ريسورسز، ازاي انا هعينهم، ازاي هوظفهم، هيعرفوا مسؤوليتهم ازاي، مين مفروض يعمل ايه ومين مفروض ما يعملش ايه، ازاي هعرف الشهاده اللي هو مقدمها دي صح ولا مش صح، ازاي هديله الصلاحيات بتاعته، حضرتك استشاري هتعمل 5 و6 و7، حضرتك اخصائي هتعمل 3 و4 و5، حضرتك ممارس عام هتعمل 1 و2 و3، هل كل واحد يبقى ليه فايل، الناس دي هعلمهم ازاي، هدربهم ازاي، هوعيهم ازاي، وفي اخر المطاف طيب انا هقيم الاداء بتاعهم ازاي. انا هتكلم فيه عجاله سريعه علشان الوقت. الحقيقه احنا بنتكلم على 4 مين اسبيكتس السيفتي، وفي عندنا من كل واحد من دول جهار حطت معايير له علاقه بالورك فورس في السيفتي، ودول حوالي 4 معايير، في الايفكتفنس ودول حوالي 9 معايير، وفي الايكويتي دول معيارين مهمين قوي على الريكروتمنت، هوظف الناس ازاي وهقيم الاداء بتاعهم ازاي، وفي الافيشنسي بالنسبه للورك فورس حوالي 4 معايير. اذا عندي كميه معايير كبيره جدا جهار حطيتها علشان الورك فورس والعاملين في المنشاه الصحيه. طيب لما اجي اتكلم هاو ام اي جوينج تو مانج ذا ورك فورس، القوى العامله اللي عندي انا هقدرها ازاي؟ همانج ازاي؟ هلاقي ان انا عندي نقط كتير، يعني هم حوالي 11 نقطة، هم حاطينهم هنا 9، بس أنا هتكلم على كل واحدة فيهم بعجالة. ستاف بلاننج، إزاي الإدارة بتاعت المنشأة الصحية تيجي تقول والله يا جماعة أنا محتاجة 20 أخصائي، والله يا جماعة أنا محتاجة 10 تخصصات، والله يا جماعة أنا عايزة ده ومش عايزة ده، يبقى I should have a plan، خطة تعتمد على إيه؟ تعتمد على أنا بعالج مين؟ مين نوعية البيشنتس اللي عندي؟ تعتمد على ما هي خدمات الرعاية الصحية اللي أنا بقدمها للعيانين دول؟ تعتمد على الميشن بتاعتي، المهمة بتاعت هذه المنشأة والخطة الاستراتيجية بتاعتها. نمبر 2 الجوب ديسكريبشن، أنا واحدة هشتغل في المنشأة الصحية، ممرضة، دكتورة، أخصائي، استشاري، وات ايفر، طب أنا هعمل إيه؟ مين اللي هيقول لي انا هعمل ايه؟ اذا I should have a job description، توصيف وظيفي. هذا التوصيف الوظيفي بيقول لي والله شاغل هذه الوظيفه لازم تتوفر عنده 1 2 3، لازم يكون عنده شهاده كذا او اكسبيرينس كذا او تريننج كذا، وبقى responsibilities مسؤول عن ايه؟ حضرتك هتعمل ايه؟ انت المفروض هتعمل duties كذا، انت عليك مسؤوليات كذا، الاوثوريتي بتاعتك كذا. عارفين لو ما فيش proper job description كل الناس هتعمل كل حاجه، هيبقى في عندي duplication of work، انا بعمل الحاجه وحد تاني بيعمل نفس الحاجه بنفس الطريقه، اذا هدر ويست، او في حاجات هتبقى ميست انا مش عارفه مين اللي هيعملها، وبالتالي هلاقيها ما تتعملش، وده سبب من اسباب المشاكل الخطيره اللي بتحصل. اذا كل بوزيشن عندي جوه المنشاه الصحيه لابد ان يكون له توصيف وظيفي، والشخص هو بيمضي عقد التعاقد اللي انت من خلاله هتشتغل، لازم ابقى قاعده معاك وشارحه لك
انت هتعمل ايه ومش هتعمل ايه، والوصف والتوصيف الوظيفي بتاعك ايه، وحضرتك تبقى عارفه الكلام ده لابد انه يدون في الملف بتاعك، عشان ما تجيش بعد كده تقول لي انا ما حدش قال لي انا مسؤول عن ايه او مفروض اعمل ايه. دي اللي بنسميها الجوب ديسكريبشن. الريكروتمنت، انا هوظف الناس بناء على ايه؟ بمزاجي مثلا، ده دمه خفيف على قلبي هيتوظف، وده والله انا مش مستظرفاه مش هيتوظف، الكلام ده ما ينفعش. لازم يكون عندي يونيفورم بروسيس ستاندردايزد، تقول لي انا لما اجي اوظف الناس او الاشخاص هوظفهم ازاي، هختارهم ازاي، هختار بناء على ايه. والسيستم دي مش حاجه محطوطه في الدرج ومقفول عليها وسر اعظم، لا دي معروفه ومعرفه والناس كلها عارفاها. كل ده ليه؟ ترانسبيرنسي والشفافيه، ولابد ان يكون لجنه طبعا ممثل فيها قياده هذا المكان اللي هتشارك في الريكروتمنت. اوكي كريدنشلز، انا واحده جيت قلت يا جماعه انا استشاري، معايا ماجستير ومعايا دكتوراه ومعايا ما اعرفش كام سنين خبره وقدمت شهادات. طب ممكن الشهادات دي تبقى مش مظبوطه. How am I going to verify الكريدنشلز والمؤهلات؟ يبقى لازم يكون عندي في طريقه معينه to evaluate هذه الشهادات، واقدر ان انا اقول والله how am I going to verify these credentials، وطيب هودي لاثوريتي بره هتقول لي ايوه الشهادات دي صح. طب لو ثبت ان الشهادات دي مش صح هسكت؟ لا مش هسكت. يبقى هنا لازم يبقى في اكشن يتخذ if I did not verify for these certificates. نمره خمسة، الفايلز. هل كل من يعمل داخل هذه المنشاه الصحيه لابد ان يكون له ملف؟ ايوه ايوه، ما فيش حد بيشتغل في مكان ليس له ملف. الفايل، طب الفايل ده يبقى فيه ايه؟ الفايل ده هيتم تحديد محتويات هذا الفايل، بيبقى فيه كل حاجه ما تخص هذا الشخص، شهاداته، الاكسبيرينس بتاعه، تقارير الاداء بتاعته السنويه او لست شهور، مكافآت لو اخذها، جزاءات اللهم يحفظنا، يعني كل ده بيتكتب في الملف بتاعه. يبقى لابد ان يكون هناك سياسه بتقول انا امتى هفتح هذا الملف، الانيشيشن، ايه الكونتنتس، المحتويات بتاعت هذا الملف، انا هخزنه عندي فين، وهخزنه لمده كام سنه، هل هيبقى الكترونيك ولا هيبقى هارد كوبي ولا هيبقى الاثنين عندي، وامتى هستغنى عنه واعمل له ديسبوزل. دي سياسه موجوده ومطبقه. نمره ستة، طب الناس اللي جت اشتغلت عندي دي، يا جماعه انا اخترتكم وانتوا خلاص كده اشتغلتوا وريكروتمنت اوكي ادخل بقى اشتغل، نيفر. في عندي حاجه اسمها اورينتيشن، ان هو الاول لازم ياخد اورينتيشن، يعرف حاجات جنرال على المنشاه الصحيه زي الريكويرمنتس اللي موجوده، اللوز، الريجوليشنز جوه هذه المنشاه الصحيه، البوليسز والبروسيجرز العامه التي تنطبق على المنشاه الصحيه كلها، وبعدين انت هتشتغل في ديبارتمنت اكس، يبقى لازم يبقى عندك فكره عن البوليسز والبروسيجرز والريجوليشنز جوه هذه الديبارتمنت، وبعدين حضرتك هتعمل جوب اكس، يبقى لازم برضو تاخد اورينتيشن على الجوب دي، المعلومات لازم تكون متوفره عندك، ايه السكيلز اللي لابد ان تكون متوفره عندك عشان تقدر تؤدي هذه الجوب صح كل مره، من اول مره وكل مره والاوتكم يبقى صح. نمره سبعه، عملت لك اورينتيشن واستلمت الوظيفه بتاعتك، خلصنا كده؟ لا، هو الطب الحقيقه من المجالات اللي دايما فيها تجديد وحاجات جديده، وبالتالي I must have continuous education program. لابد ان يكون عندي برنامج للتعليم المستمر جوه المنشاه الصحيه في حاجات جنرال لا علاقه كلها بالجوده، infection control وquality utilization وefficiency وefficacy وكل الكلام ده، وحاجات لها علاقه بالجوب بتاعه هذا الشخص. طيب انت اشتغلت وتعلمت وكل حاجه، هسيبك بقى كده ولا لازم اقيم الاداء بتاعك؟ يبقى there must be performance evaluation. البرفورمانس ايفالويشن ده از اون جوينج، اون جوينج يعني كونتينوس يعني مستمر، يعني مش هقيمك النهارده وانساك تسع شهور واقيمك مره ثانيه، ذيس از كونتينوس، ولازم يبقى له كرايتيريا معينه. انا مش بقيمك عشان اقول لك بص انا بقيمك وابتدي هدد لا انا بقيمك عشان اشوف ايه النقاط كويسه اللي عندك وبالتالي هتحسنها اكتر، وايه نقاط الضعف عشان ابتدي اتعامل معاها. هتعامل معاها ازاي؟ هتعامل معاها من خلال التدريب، التعليم، ان انا ادخلك برامج تعليميه وتدريبيه تحسن الاداء بتاعك، والتقييم ده باتليست مره كل سنه، واداه التقييم بتبقى معروفه، والريزلت بتاع التقييم بيتحط في الملف زي ما احنا قلنا. الكلام ده بينطبق على كل الستاف سواء اذا كان ميديكال ستاف او نون ميديكال ستاف. انا مش هخش في تفاصيل البير ريفيو،
انا جيت عالجت عيان بطريقه معينه وعايزه حصل مشكله، فعايزين نشوف حد يجي يقيم اللي انا عملته. بس اللي هيقيمني ده حد في نفس المستوى بتاعي او اعلى من المستوى بتاعي كسكيل او كخبره او كشهاده. واذا دي بتبقى individualized case evaluation. والتقييم ده ممكن داخلي من نفس المنشأة الصحية وممكن خارجي، وبالتالي لابد أن يكون سياسة مكتوبة مطبقة بتقول إمتى هعمل internal peer review وإمتى أعمل external peer review، وإيه الكاركترستيكس بتاعت peer review وإيه اللي هيكتب وإيه بناء عليها نتعمل. آخر حاجة خالص privileges، الصلاحيات. أنا مفروض أعمل إيه وما أعملش إيه؟ وتحديد الصلاحيات دي بتبقى individuals، يعني ما اقدرش اقول يا جماعه المجموعه دي هتعمل كذا والمجموعه دي مش هتعمل كذا، لا، انا واحده جايه بقدم بقول يا جماعه انا عايزه اعمل اكس بروسيجر ايا كان، اوكي؟ الاسم اللي هو مسؤول عن اكس ده بيبقى عنده لائحه بيقول والله اللي عايز يعمل الاكس ده لابد ان تتوفر فيه 1 2 3 4 شهاده كذا، اكسبيرينس كذا، عدد حالات هو اشتغلها قبل كده، يعملوا له اكزام، يعملوا فولو اب للشغل بتاعه. الكلام ده في الاخر هيجي يقول لك ايوه انت هتبقى بتاخد الصلاحيه البريفليج انك تعمل ده وما تعملش ده، ودي بيعاد تقييمها كل 3 سنين. وممكن كل شخص يطلب البريفليج اللي هو عايزها. وطبعا من الحاجات المهمه جدا اللي بنحكم فيها ندي البريفليج ده للشخص او لا هو البرفورمانس ايفالويشن بتاعه والبير ريفيو. اذا الورك فورس بالنسبه لنا مهمه، لان هم اللي هيقدموا الخدمه، هم اللي هيوصلوا السيفتي ويحافظوا على السيفتي بتاع العيان. الحقيقه الهدف بتاعي في الاخر انه اختار الشخص المناسب بالمهارة والمعلومات والكفاءة المناسبة عشان يعمل البروسيجر الصح في المكان الصح للعيان الصح عشان الاوتكم في الآخر بتاعي يكون صح. اللي بتنسي هنلاقي سويسايدال اتاكس، هنلاقي رونج سيرجري ورونج بليس ورونج سايت ورونج اوبريشن، وهنلاقي ديلي ان تريتمنت. العامل المشترك فيهم كلهم هو الورك فورس، وبالتالي مقدم الخدمه سواء اذا كان ممرض سواء اذا كان طبيب سواء اذا كان اي بروفيشنال، لو انا خدت بالي كويس قوي من الورك فورس ده انا هقدر اتجنب اكتر the top 5 of causes of sentinel events. اخر 3 سلايدز هقولهم ودول مهمين جدا. دي خلاصة مجهود جهار 3 سنين اللي فاتت. طيب كل الكلام ده حلو على راسنا، احنا بقى لما نزلنا نشوف المستشفيات على ارض الواقع لقينا ايه؟ This is our current situation and the challenges. وانا هسألكم هشوف رأي حضراتكم، طب احنا ممكن نحل المشكلة دي ازاي؟ الحقيقة جهار بتعتمد الاشخاص اللي هم الهيلث كير بروفيشنالز في الريجسترد. احنا عندنا حوالي 7459 شخص في المنشآت الصحيه اللي اتسجلت واعتمدت من جهر. سجلنا منهم قد ايه كاشخاص؟ سجلنا منهم حوالي 52%
يعني ما يعادل حوالي 3894 شخص. دول اوريدي اتسجلوا بكل الداتا بتاعتهم، بكل الاكسبيرينس، بكل الشهادات بتاعتهم. طب احنا نتمنى تو ريجستر ال 100%، احنا تعدينا ال 50%. السيتويشن النهارده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان فرق جهار لما بتنزل بتلاقي حاجات على ارض الواقع بتعتبر، مش عايزه اقول عوائق بس ممكن اقول تحديات، ان المنشات لو حطيتها في دماغها وحاولت تحلها يبقى احنا كده هنخش ناخد الاعتماد وهنخش ناخد التسجيل باسرع وقت. بنلاقي ايه؟ نمبر 1، عندي قصور وشورتج في الكواليفايد ستاف. صوت لو سمحتوا، مجموعة لو سمحتوا اللي واقفين جنب الباب يا جماعة لو سمحتوا الصوت بعد إذن حضراتكم. بنلاقي في عندي shortage of the qualified staff، بلاقي non-compliance with the job description، يعني أنا عندي توصيف وظيفي ولكن الشخص مش ماشي تبع هذا التوصيف الوظيفي. بلاقي عندي إنه كتير قوي من ال assistants of the nurse they are performing the duties اللي مش مفروض إن هم يعملوها. بيلاقوا عندنا إن ال nurses receive patients اوكي خاصة في الاي ار اند دي ريفير تو دكتورز اللي هم اصلا مش مفروض يشوفوا هذه النوعية من العيانين. بنلاقي انه ممكن دكتور واحد للتخدير بيبقى راننج في 3 غرف عمليات، هو اللي بيخدر ده ويمشي من هنا يروح هنا ويمشي من هنا يروح هنا، وبالتالي متوزع على 3 غرف. بنلاقي ان الاي سي يو فيزيشنز هم ممكن يشتغلوا انستيزيا اند دي ار نوت ليجالايزد تو دو سو، ولكن الكلام ده من ارض الواقع. ايوه بنلاقي انه الفاميلي فيزيشن از دوينج ذا جوب اوف ذا جنرال براكتيشنر. دي حاجات يا جماعه بنلاقيها. ايوه اوكي. بنلاقي كمان، بنلاقي اني عندي نون لايسنس ستاف خاصه في المنشات الصحيه الخاصه البرايفت، ما عندوش اللايسنس انه يشتغل اكس ولكن بيشتغل هذا الاكس. بنلاقي انه في ناس بتيجي تشتغل من غير ما يبقى في كونتراكت، من غير ما يبقى في جوب ديسكريبشن هي ماضي عليه او في عقد هي ماضي عليه، ولكنها بتشتغل وبتعمل في مكان ما. بنلاقي نو ستراكتشرد بروسيس، ما عنديش بروسيس للفيريفيكيشن اوف كريدنشلز، ما عنديش بروسيس بتقول ان انا لازم اتاكد من شهادات هذا الشخص وكفاءاته قبل ما اسلمه الجوب في هذا المكان. بنلاقي ان انا عندي فايلز كتير قوي مش كامله، وانه ممكن تلاقي ناس شغالين في المكان والفايلات بتاعتهم سنترلايزد في مكان تاني اخر غير جوه المنشاه الصحيه، وبالتالي ليس لا يوجد اكسس لهذه الملفات، ولا قادره اكتب متابعه بيرفورمنس، ولا قادره اشوف اخذ مكافئات ولا جزاءات ولا ايه الشهادات ولا حاجه، الفايل بتاعه مش موجود في المنشاه الصحيه. بنلاقي كتير قوي من الناس اللي شغالين ما خدوش الاورينتيشن اللي المفروض ياخدوه، وما خدوش الانف تريننج اللي المفروض يؤهلهم على القيام بهذه الوظيفه. بنلاقي زي ما بقول انسفيشنت تريننج، وبالتالي انا عندي مشكله وممكن اسال حضراتكم، دي اخر سلايد، طب احنا هنحل المشاكل دي ازاي؟ هل هروح للدكتور واقول له الحقني يا هيئه رعايه، ولا هروح للباشمهندس واقول له الحقني، ولا هروح للناس اللي شغالين في المنشات الصحيه واقول لهم يا جماعه هنعمل ايه، ولا المستشفيات الجامعيه ولا الشرطه ولا الجيش ولا المستشفيات الخاصه، ولا هعمل ايه؟ ايه رايكم؟ هنسيب كل اللي احنا قلناه ده ونسكت وبمجرد بقى جهار تروح وتكتب لا ما لقيناش ما لقيناش ما لقيناش؟ لا مش هيحصل كده، لانه احنا كهيئه يهمنا جدا ان احنا نسجل ونعتمد اكبر عدد من المنشآت الصحية ايا كان نوعها علشان يتم تقديم الخدمة بالطريقة الصح السيف لكل الناس. يبقى الحل ايه؟ ان كل الستيك هولدرز دول الشركاء دول لازم نقعد كلنا على ترابيزة واحدة زي كده اللي حصل النهاردة، ولكن يبقى في قاعدة بقى وكل واحد يمسك الحتة اللي تخصه، ويبقى في حاجتين مهمين قوي: proper coordination تنسيق جيد، وانتجريشن تكامل، لان احنا كلنا زي البازل كلنا بنكمل بعض عشان الصوره في الاخر تبقى كلها صوره جيده. شكرا لوقتكم، ميرسي جدا، ونلتقي دوما باذن الله. تالي اي ديد نوت اكسيد ماي. دكتوره نوران، مسموح يا فندم الاسئله ولا؟ اتفضل يا فندم. يعني هي برزنتيشن شيقه طبعا الحقيقه، والبرزنتيشنز اللي قبلهم اشوق. اتمنى ان شاء الله ان احنا نعمل سيشن للتامين الصحي الشامل والاستاف بتاعه بالكامل للثلاثه برزنتيشنز دول اذا سمحتوا لي، لان فعلا مهم جدا ان الناس تفهم ادق التفاصيل دي، وقد ايه ان احنا كذلك
كبير مهم جدا نبقى in coordination مع حضراتكم، بننسق مع حضراتكم البارت ده. عندي سؤالين. السؤال الاول، لو جينا نتكلم على وقت ما حضرتك بتحطي الكرايتيريا، يعني لو خدنا مثلا فور اكزامبل الستافنج والكواليفيكيشن بتاع الستاف، هل النهارده مقدم الخدمه هو اللي بيحط الكواليفيكيشنز وبيجي لحضرتك يقول لك انا حاطط الكرايتيريا اهي، فحضرتك بتبصي على الكرايتيريا وبتوافقي عليها او ترفضيها، ولا بتادفايس وذ ذا كرايتيريا؟ يعني انا بالنسبه لي فور اكزامبل لازم عدد النيرسز في الاي سي يو يكون واحد مثلا لواحد او واحد لاثنين بالظبط، فبتيجي حضرتك تحطي له الستاندرد ككوانتيتي، ولا بتقولي له انا عايزه كواليفيكيشن النيرس هي عباره عن 1 2 3 4، ولا هو اللي بيعرض الكلام ده وحضرتك بتوافقي عليه او بترفضيه؟ هو المفروض الاثنين بيتحطوا انتو اور كونسيدريشن. المعايير بتاعتنا بتحاول بقدر المستطاع ان انا اقول انا عايزه الاوتكم يطلع ازاي، انما هم اللي هيحددوا. يعني فرضنا مثلا مستشفى 50 سرير، هتقدم عدد غير مستشفى 150 سرير غير مستشفى 500 سرير. انا ليا انه الخدمه اللي هتتقدم لابد تتقدم بالمعايير المعينه دي، ولازم يبقى فيه زي ما قلت لحضرتك كريدنشلز وبريفليجز، مين هيقدم ايه امتى. ده في بعض الاماكن مثلا في المحافظات، انت عايز تتكلم طبعا دكتور اسلام هتيجي تتكلم طبعا، مثلا منشاه فيها خدمه اكس بس ما فيهاش حد متوظف بيعمل هذه الخدمه، وبالتالي بياخدوا اوت سورسنج، بيجي لفتره معينه يقدم هذه الخدمه ويمشي تاني. كل الكلام ده لازم يبقى متحدد احنا هنقدر نحكم حاجه زي كده ازاي وايه الشروط بتاعتها. دكتور اسلام تحب تضيف حاجه؟ اكيد. هو بالنسبه لموضوع الستافنج ليفلز او الستاندردز بتاعتها، هي ما نقدرش نحط لها ستاندرد كمي، احنا نحط الستاندرد الكمي اللي حضراتكم بتحطوه في العقد. ليه؟ لان الموضوع ده بيعتمد على التالي، زي ما بنقول كده في الكواليتي، السكيل ميكس والاكيوتي بتاعه الحالات. بمعنى ان انا ممكن يكون عندي ممرضه شاطره قوي وخبيره قوي، اللي عندها النولج والسكيلز والاكسبيرينس الكبيره قوي، فبالتالي تقدر تهاندل بيجر نمبر اوف بيشنتس. فده بس bigger number of patients ايه؟ من اللو acuity، من الاكيوتي اللي هو العيان النيدز بتاعته اقل. نفس الممرضه دي تاخد عدد متوسط من العيانين المور اكيوت، ممرضه اقل منها في السكيلز والاكسبيرينس هتاخد عدد اقل واقل. طيب لو بنتكلم في الرعايه المركزه في عيان فولي ديبندنت، لا ايا كان السكيل بتاعت او يعني هي لازم في بيزكس السكيلز والكواليفيكيشن، بس يا 1 تو 1 فولي ديبندنت بيشنت دي اللي بيبقى لها، يعني بنيجي على الحاجات الفيري هاي ريسك وبنسبيسيفاي دي اللي تبقى 1 تو 1. لكن لما هنيجي في وحده صحيه مثلا، انا عارف ان ده الهاجس بتاع حضراتكم، كم دكتور كم طبيب اسره لكم، او كم طبيب اسره او طبيب عام او ايا كان لكم مواطن، ملهاش معيار برضو عندنا، لان برضو يحكمها نفس الموضوع. هنا الاكيوتي مش اكيوت، ات از نوت اكيوت سيت اب خالص، بس السكيل، يعني في دكتور يقدر يهندل اسر اكتر لان خبرته، وواحد تاني المفروض اقل. بس هل احنا عندنا هذه اللكشري دلوقتي؟ ما نقدرش، لان احنا اصلا في شورتج في الكاتيجوري ده. حضراتكم قلتوا واحد لكل 5000، احنا بقى بنعمل ايه؟ حضراتكم اللي قلتوها ده بنعتبره احنا شرط من شروط التعاقد، واحنا بنريفيو المؤسسات دي بناء على معايير الاعتماد بتاعتنا وشروط التعاقد اللي حضراتكم بتحطوها، برضو بنراقب على تنفيذها. فبالتالي الوحده اللي فيها دكتورين الحد الاقصى لربط المواطنين عليها 10000، الوحده اللي فيها اربع اطباء، وانا هنا مش بتكلم على الطبيب كعدد اطباء بس، لا اربع اطباء، يعني هنا بتكلم على اربع عيادات بتشتغل في الوقت، سواء كان اللي موجودين بقى 8 اطباء ولا 6 ولا ايا كان، بس سيمالتينيسلي في اربع اطباء اسره بيشوفوا العيانين طول الوقت بتاع الاوبريشنال تايم او الوقت العمل بتاع الوحده. في الحاله دي هربط على الاربعه دول 20000. اوكي، انا بس هقاطع حضرتك في الحته دي، لان مش ده كان صلب السؤال بتاعي. يعني صلب السؤال هنا، هعتبر ان انا بروفايدر جديد خالص، اول مره اجي لحضرتك وبقول لحضرتك ان انا عندي مستشفى وعايز اسجلها، تمام؟ فبقول لحضرتك مثلا ان انا عندي الايمرجنسي روم، ادي الاستاف بتاعها،
وادي الكواليفيكيشنز بتاعتهم وادي السي فيز وادي الاكريديتيشنز اللي هم واخدينها والى اخره، وعندي غرف عمليات وعندي عيادات خارجيه الى اخره. فبدي لحضرتك كل الناس اللي بتشتغل معايا. السؤال اللي كان قصدي عليه هنا، انا اللي بقول له الناس دي لازم يبقى معاها ايه في كل تخصص، ولا هو لما بيجيب لي السي فيز بتاعتهم انا بقيمها واقول له لا والله انت حاطط لي هنا ان في دكتور بيعمل فور اكزامبل استشاري عظام، بس انا شايف الاكريديتيشنز اللي هو واخدها دي مش كفايه، لازم يكون واخد كذا وكذا وكذا وكذا، ولا من الاساس بديله ستاندردز اقول له النهارده دكتور استشاري العظام اللي عندك في المستشفى لازم يكون عنده 1 2 3 4 5. نفس الكلام هنا في الجنرال براكتيشنر، نفس الكلام للنيرسينج، لكل التخصصات. فانا كان سؤالي انا اللي بديله ده برو اكتفلي، ولا لما هو بيجيب لي الحاجات دي انا بدرسها واقول له انت النواقص بتاعتك ايه؟ وبيزد على ايه؟ يعني النواقص دي جايه منين؟ الهيئه هنا بتسجل اعضاء المهن الطبيه اجينست الكريدنشلز والحاجات اللي بيقدموها. التصنيف بتاعهم احنا هنا بنادوبت تصنيف النقابه، نقابه الاطباء لو بنتكلم على الاطباء. فلو نقابه الاطباء مصنفه الدكتور ده انه استشاري عظام او اخصائي عظام او هو ده التصنيف، علشان لان الموضوع ده فيه فاريابيليتي كبيره قوي في مصر، في فاريابيليتي بين طريقه التصنيف في بعض منشات القطاع الخاص، كل مكان وليه تصنيف، وفي وزاره الصحه لها تصنيفها والجامعات لها تصنيفها، كل مكان ليه التصنيفات بتاعته. فاحنا خدنا التصنيف اللي هو الحد الادنى للتصنيف بالريكويرمنتس بتاعت نقابه الاطباء فيما يخص الاطباء، وهو ده اللي بنقبل تصنيف الاطباء بناء عليه. تمام. البارت الثاني من السؤال هو الاعداد بقى. يعني هنا انا زي ما قلت في الاكزامبل الاولاني، هل انا برضو اللي بقول له الام في اس اللي هي المينيمال فايبل ستافنج او سولوشن للاي سي يو اللي بعدد سريرها كذا لازم يكون فيها مثلا عدد نيرسز كذا، الدكتور في الورديه يعني ما اعرفش المره في النبطشيه عدد الاطباء كذا، التكنيكال ستافنج اللي بيساعد شكله كذا، ولا برضه بعتمد على اللي هو بيقدمه وانا بقول له بيعمل ايه؟ المعيار بتاعنا بيطلب انه يستخدم ايفيدنس بيز تول انه يقيم الستافنج نيدز بتاعته، فهو بيعمل نيدز اسسمنت يوتيلايزنج دبليو اف ام، يعني الدبليو اتش او دبليو اف ام ولا وات ايفر او تيلفورد او وات ايفر الميثود بتاعه الاف تي اي، وات ايفر الميثود بتاعه الستافنج او الستافنج نيدز اسسمنت، هو بيعمل لنفسه ده في المنشاه. نروح نلاقي كان الاول، يعني اول ما بدانا في اول مرحله كنا نروح نلاقي مثلا، رحنا في مكان لقينا ان هو محدد انه عايز 8 اطباء تخدير بس الواقع ان عنده 2 فعنده عجز 6. تمام. ده كان الواقع لان كانت المعايير بتاعتنا بتطلب انه بيعمل الستافنج نيدز. دلوقتي بقينا بنطلب انه يعمل الستافنج نيدز ويوفر على الاقل 60% من اللي هو على الاقل 60% من. تمام. فهو اللي بيعمل الاسسمنت للستافنج نيدز، لان دي بتاخد دي بتبقى كيس بيزد، هي الستافنج نيدز لازم تتعمل تبقى تيلورد مش على كل مستشفى، ده على كل قسم كمان جوه المستشفى لازم تبقى تيلورد جوه. وبعدين مع احنا بقى بنطلب منه انه يكون موفر على الاقل 60% من اللي هو طلعهم، لاننا كنا بنروح احيانا نلاقي 80% شورتج. طيب. ده في اماكن كنا بنلاقي اكتر من كده. معلش، هو برضو حضرتك علشان اصلا يقدموا لازم بيكتبوا في الاول السكوب اوف سيرفيسز اللي هم بيقدموه، فما ينفعش مثلا يجي يقول لي عندي جراحه عظام وابص الاقي في الحاجات اللي بيشتغلوا عندهم ما فيش جراحه عظام خالص. ففي الحاله دي طيب مين اللي بيعمل العمليات دي؟ شخص من حته تانية او واتس ايفر. طيب في عقد، في كريدنشلز، في بريفليجز، هو ده اللي بندور عليه احنا. اوتكم طبق ستاندردز، الاوتكم بيطلع ازاي، بس انما العدد احنا لسه ما حددناش اي اعداد. خليني اقول، وهو ده لما انا قلت انه طبعا انا اي دو اجري 100% وذ وات هاز سيد باي دكتور اسلام، بس خليني انا عايز افصل بين حاجتين. كل اللي كان بيجري لحد سنه ثالثه هيئه، واللي هيحصل في سنه رابعه ان احنا هنبتدي نشتغل على الموديل اللي احنا بنتكلم فيه ده، اللي احنا هتلاقوا في البوكس الاولاني اللي هو بتاع الهو اللي هو الكريدنشلينج واللي فيه الديستريبيوشنز واللي فيه النمبرز، وهتلاقي في البوكس بتاع الثاني البيلر الثاني بتاع ات اول ليفلز اللي فيه الكواليفايد بليس الكواليفايد فاسيلتي اللي فيها انه في الاجهزه اللي المفروض تكون موجوده وفيها عدد الستاف اللي المفروض يكون موجود وفيها السبورتيف سيرفيسز اللي تكون موجوده. هو ده اللي بتكلم فيه، لانه الوضع الحالي لحد سنه ثالثه ما خلصت احنا كنا بنطلب من المنشاه
انه تعالى لان انت ما عندكش مسطره بتقيس عليها، اعمل لي النيد اسسمنت بتاعك وحقق لي منه 60%. خليني اقول لحضرتك حاجه من خبراتي السابقه في اماكن تانية، في حتت تانية، حضرتك في المسطره الحاليه تقدر تهندل ده منين؟ في الكولد كيسز سيتنجز اللي هي زي البرايمر هيلث كير بيظبطوها بحتتين. هو دلوقتي بيقول انا عندي دكتور واحد ومغطي 50,000 بني ادم، ومعايا دكتورين ومغطيين 10,000 بني ادم، بيبقى اوتكم اورينتد اكتر. والاوتكم اورينتد مش كشف على كام عيان، بيحسبها بحاجتين: الليست بير داي، الحد الادنى اللي العيان المفروض يقعده عند الدكتور، وبياخد الليست دي. انا مش هسمح ان العيان يقعد 5 دقايق عند الدكتور. السيستمز، في سيستمز سواء احنا بنتكلم على نيوزيلاند او تايلاند او زيمبابوي، وهم حطوا المسطره حلوه في القصه دي، انه قال لك اقل حاجه يقعدها العيان عند الدكتور 3 ساعة. اقل من كده هعتبر ان العيان ده ما خدش الفول اكزامينيشن. هم عملوا دراسه وشافوا ان الفول اكزامينيشن المفروض ما ياخدش اقل من 3 ساعة. في اماكن اتكلمت في 15 دقيقه، مفيش حته في الدنيا عملت مسطره اقل من 15 دقيقه للكشف على العيان، مستحيل. ده احنا لو نقول له مساء الخير دي مسطره. لكن عشان الدنيا كمان ما تضحكش عليا، عندي مسطره تانية برضو اوتكم اورينتد، ليها علاقه بالويتنج تايم في العياده والويتنج ليست. العيان ده بياخد ميعاده بعد قد ايه، وبيستنى في العياده قد ايه من ميعاده. الثلاثه انديكيتورز دول بيقيسوا لك هو الصف الموجود ده كافي ولا غير كافي، وقادر انه يديزاين البروسيس ولا مش قادر يديزاين البروسيس. ده بالنسبه للكولد سيتنجز. الاكيوت سيتنجز فيها مفتاح حلو قوي لبعض الحتت الكريتيكال، اهمهم العمليات، لانه في مصر بالذات عندنا شورتج غير طبيعي دكاتره التخدير. وانا سعيد بالمثال اللي ضربه الدكتور اسلام، بيقول لك انا عندي 2 دكاتره وقايمين بالشغل، حلو قوي، بس انا عندي ستاندرد بيمنع انه دكتور يحضر عمليتين في نفس الوقت، لانه معنى دكتور تخدير يحضر عمليتين تخدير في نفس الوقت معنى انه هنا انه مش هانش. اوكي، فانا بطلب الليسته طبيعي لو انا عارف ان في 2 دكاتره تخدير بس في المستشفى دي. لو لقيت انه في اي وقت حصل 3 عمليات في نفس اليوم، معناه ان عندي دكتور اتقسم على عمليتين، which is not gonna be accepted. فهي بيبقى التولز هنا اللي بنقيسها، ان احنا بنحط انديكيتورز تقيس الاوتكم لحد ما ننتهي. وانا نفسي نبتدي نشتغل في مبادره الكلينيكال اكسلنس موديل ده باسرع اسرع وقت ممكن، ان احنا نرسم للناس المسطره اللي المفروض تكون مكتوبه. وانا بشرطه انه مش هنبتدي فروم سكراتش، لان فعلا حاليا في لسات وفي جايد لاينز وفي حاجات، احنا بس محتاجين نضبط. تمام. السؤال الثاني بقى، ايه ده لسه في سؤال ثاني؟ هو ده كان سؤال اول. انت كده 2-1 يعني، اتفضل يا فندم. انا بتعلم منكم الحقيقه. السؤال الثاني له علاقه بالليدرشيب بقى، بالليدرشيب اوكي، اورجانيزيشن والمنشاه نفسها. احنا النهارده بنقيم الليدرشيب ازاي في جهار؟ يعني النهارده انا قيمت التكنيكال بورت، لكن زي ما حضرتك كنتوا بتقولوا وزي ما قلنا ومتفقين كلام، اقول حته وهسمح لك وهديك المايك في أوكي. الاساس والمانجمنت بتاع المنشاه دي بالكامل هو فعلا الكي طبعا والكورنر ستون بتاعتها. بنشوف منشآت ناجحه جدا جدا جدا، ممكن يكون معاها بيزك امكانيات بيزك جدا لكن ناجحه جدا، ومنشآت اخرى معاها يعني مدينها مكوك فضائي ولكن بنلاقي عندها مشاكل كتير قوي. فهل عملية برضو الإيفاليويشن بتاعة الليدرشيب هل ليها معايير؟ طب احنا هنقول ايه المفروض، وربنا يسهل ان شاء الله المفروض ده يبقى واقع. طيب هي الليدرشيب في ليها جوفرنانس، هي ما فيش ليدرشيب ماشيه كده. والليدرشيب از نوت ا بيرسون، ليدرشيب هو كان كل من له سلطه اتخاذ القرارات جوه هذه المنشاه الصحيه. اوكي، زي ما نقول بيبقى تيم او بيبقى كوميتي او تو ايفر، هم دول الليدرشيب. الليدرشيب دول عشان اصلا نختارهم لازم يبقى ليهم كرايتيريا موجوده في الجوب ديسكريبشن بتاعهم، وجزء منها هاو ار يو جوينج تو ابريز ذا بيرفورمانس بتاع الليدرشيب. وبيبقى في اجتماعات دوريه وفي خطه موجوده، الليدرشيب مسؤوله انها تطبق المايلستونز بتاعه الخطه دي في الجانت تشارت او في التايم اللي المفروض يكون موجود، انه ده هيخلص هنا وده هيخلص هنا بالريسورسز اللي موجوده. وبالتالي الليدرشيب هي اللي بتتحكم في الريسورسز، سواء اذا كانت فلوس او اكويبمنتس او بشر او واتس ايفر، عشان نحقق الاهداف بتاعه الخطه الاستراتيجيه التي تحكم العمل داخل هذا المكان. وبيبقى في عندي جوفرنس وتقييم لاداء الليدرشيب، المفروض بيبقى كل 3 شهور او كل 6 شهور. الكلام ده بيبقى موجود هل هو بقى بيطبق ولا لا؟
هل احنا عندنا ستاندردز تختص بالنص بالجزء ده؟ لا، عندنا حاجات تختص بالجوفرنس بس ما هياش سو ديتيل ان انا هقول لك هقيم حضرتك البرفورمانس بتاع ده بناء على ايه. دائما بتبقى على حسب الخطه. هي الليدرشيب تتقيم بايه؟ انه في خطه، الليدرشيب لازم تطبق هذه الخطه بالاوبجكتيفز او الاهداف بتاعت وجود الخطه دي في الوقت اللي موجود فيه، والا تبقى الاداره نجحت في حاجات ولم تنجح في حاجات اخرى، وبالتالي هي اللي بيحكم لي تقييم الاداء الاستراتيجيك بلان اللي هي موجوده في هذا المكان.